الأنصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الكلمة الآن للشيخ حسان الخطيب فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بداية أتقدم بالشكر الجزيل نيابة عن آل الفقيد لحضوركم ولمؤازرتكم هذا الجمع الكبير في مصابنا الجلل. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى هؤلاء الشباب الأبطال الذين يوصلون صوت الحقيقة إلى العالم الخارجي الميت، وأقول الميت لأنه ميت القلب، فإذا مات القلب فلا فائدة من الجسد. يرون المجازر بأم أعينهم كل يوم بالمئات وهم صامتون لا يتكلمون وكأنهم يتفرجون على فيلم سينما. لقد مات الضمير العالمي بأسره. لقد مات نمير الباشا، لقد مات نمير شهيدا عند الله سبحانه وتعالى، مات شهيدا. لقد مات شهيدا لمدة 8 أشهر وهو كل يوم يلقى الشهادة عند الله سبحانه وتعالى لشدة ما لاقى من التعذيب. والله لو نظرتم إلى جسده ما موضع سنتيمتر واحد إلا وفيه صدمة كهربائية أو ضربة بعصات. لقد كسروا يده في داخل السجن ومن دون تضمير، من دون تجبير، وبقي حتى لقي هذه الشهادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في أعلى عليين. أيها الإخوة المؤمنون، أهالي أبرو جميعا يقولون ما سطر التاريخ نظاما أجرم من هذا النظام. أهالي أبرو جميعا، لأن أحد الشبيحة الإعلاميين يقول على بعض شاشات العهر يبرود 60,000 إرهابي. يقول يبرود 60,000 إرهابي. نحن الإسلام والمسيحيين 60,000 إرهابي، ونحن نفخر بذلك أن نكون من أهل الإرهاب إذا كان الإرهاب إلقاء كلمة الحق عند سلطان جائر. هذا أفضل الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر. الكثير من الناس يقولون ما سطر التاريخ نظاما أجرم من هذا النظام، ولكني قرأت كتاب ربي عز وجل فوجدت مثالا ينطبق على هذا النظام. قال سبحانه: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. وقد يسأل سائل: وهل هناك استكبار بحق واستكبار بغير حق؟ الاستكبار أيها الإخوة كله بغير حق، التعذيب في السجون كله بغير حق. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أليس هذا منطق النظام اليوم؟ من أشد منا قوة؟ من يستطيع أن يقف في وجهنا ونحن معنا الطائرات
ومعنى الدبابات ومعنى ومعنى، ونسوا حقيقة هامة: من الذي أعطاهم هذه القوة؟ من؟ من الذي أعطاهم هذه القوة؟ فهو القادر على أن ينزع هذه القوة في الوقت الذي يشاء وفي الساعة التي يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. يقول سبحانه: فأرسلنا عليهم شيئا لم يتوقعونه. هم توقعوا أن يؤتوا من قبل قوتهم، يعني مدافع وصواريخ ورجمات وطيران، توقعوا أن يؤتوا من قبل قوتهم، ولكن الله عز وجل آتاهم من حيث لم يحتسبوا. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فقيدنا الغالي دمه في رقاب الجواسيس الذين باعوا ضمائرهم بحفنة من الدنيا، باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون، اللهم عليك بهذا النظام المجرم فإنه لا يعجزك، عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أقلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم أطفئ نيرانهم، اللهم أطفئ نيرانهم، اللهم أطفئ نيرانهم، اللهم أرسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحسن خلاص المسجونين من المسلمين، اللهم أحسن خلاص المسجونين من المسلمين. اللهم إنا نستودعك إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم فاحرسهم بعنايتك واكلأهم برعايتك، وثبتنا وإياهم على الحق والدين برحمة منك يا أرحم الراحمين. ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وعنا على فراقك يا أبا عبد لما